مساء أمس الاثنين. دكتور سارة كيرة، باحثة متخصصة في الشأن الأوروبي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتورة سارة. يعني معروف أنه المترجل والمرتدي، وقصدي مرتاد القطار أو الأتوبيس أو سيارته الخاصة، يستطيع أن يتنقل بين كل دول الاتحاد الأوروبي دونما أي محاولة للكشف عن هويته، ومحدش بيسأله على باسبوره، وبيعتبروا التجول جوه الاتحاد الأوروبي ده حق مشروع للمواطنين في هذا الاتحاد. لكن النهاردة بنشوف أن ألمانيا كثفت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع النمسا، ده يعني هيخلي في شكل من أشكال القلق الزائد عند المواطن العادي في هذه الدول. أعرف رأي حضرتك. بص يا فندم، هو اوريدي في قلق بسبب موضوع الكورونا، ومن السهل دلوقتي، اعتقد ان المانيا شايفه ان امنيا من السهل دلوقتي التحكم في حدودها مع دوله زي النمسا. ليه النمسا؟ عشان الحادث اللي تعرضت له منذ يومين فاتوا بالضبط. فهو دلوقتي اسهل امنيا ان نعمل زي حاله من حالات الاستنفار الامني على الحدود دون المساس بحريه الحركه بين الاتحاد الاوروبي، كما حضرتك ذكرت، لان دي واحده من الاسس اللي مبنيه عليها الاتحاد الاوروبي. الفكره في الاتحاد هي حريه حركه الافراد وحريه حركه رؤوس الاموال والسوق المشتركه وما الى ذلك. ولكن النهارده مع الخصائص الحياتيه اللي بتفرضها علينا ازمه كوفيد 19، فمن السهل فعلا ان نزود الامن شويه مع دوله ممكن تكون فيها العناصر الارهابيه اللي عملت الحادث بتاع فيينا ان ينتقلوا لالمانيا. وده في دلاله ثانيه حضرتك، ده في دلاله على ان ممكن، وده ذكر في احدى التقارير، ان ممكن تجد بعض العناصر الارهابيه الملاذ في المانيا بعد تنفيذ العمليه الهجوم في فيينا. طيب ما هو في تعاون، طب ما هو في تعاون قانوني واستخباراتي، يعني هل هيبقوا كده بمنأى عن الشرطه النمساويه او الفرنسيه في رايك؟ هو مش هيبقوا بمنأى، بس معروف ان المانيا فيها جماعات شويه ممكن تكون كفرد ماشي، وفيها جماعات خاصه الاخوان المسلمين طبعا، وفيها جماعات متطرفه يعني بيجدوا ملاذ في المانيا تحت شعار الحريه وما الى ذلك. تمام، فممكن يكون عندهم نوع من انواع المعلومات ان العناصر اللي كانت في فيينا رجع تاني لجذورها او لمكان تمركزها في المانيا. طيب هو 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 بس احنا مش هنقدر نعتمد على التعاون الاستخباراتي والامن. دي مش ظاهره احنا بنتفضلها بالتعاون الاستخباراتي والامني بحكم ان احنا في اتحاد اوروبي، لا، دي دلوقتي عمليه من عمليات الرادع، يعني زي بالظبط عند حضرتك حد قام بجريمه في شارع وتبلغ لك، فانت مش هتستنى المعلومه، انت هتنزل اوريدي الشارع على طول تستنى تقبض عليه، مش كده؟ طيب خليني اسال حضرتك عن توقعات بعض المحللين السياسيين انه حيزيد وتيرة هذه العمليات في عواصم أوروبية أخرى، خصوصا وأنه العملية اللي تنفذت امبارح في فيينا عملية فيها 6 مواقع إطلاق نار، يعني مشترك فيها عدد من الناس، وفي تمويل وفي تسليح. تفضلي. ومنظمة يا فندم. بالظبط. فيها تنظيم. يعني ما اقدرش نقول عليها ذئاب منفرده زي اللي طعن الناس في فينيس مثلا. دي مش ذئاب منفرده كده، اوروبا، وانا حتى كنت كتبت ده، اوروبا بتتعرض لسلسله من الهجمات الارهابيه، وده يعني للاسف هو يعني تطور طبيعي لسلسله الاحداث اللي ابتدت في 2011 في الشرق الاوسط. وكل ما بيتم الضغط على الجماعات دي الإرهابية دي سواء بشكل منفرد أو بشكل منظم، بيتم الضغط عليهم مثلا، طبعا مش مسموح لهم يكونوا موجودين في مصر، بيتم الضغط عليهم في سوريا، بيتم الضغط عليهم في ليبيا. فالملاذ فين دلوقتي؟ أوروبا، واخد بال حضرتك؟ أيوة أنا مع حضرتك.
النهاردة أوروبا بتعاني بعد 10 سنين أو 9 سنين من الأحداث اللي ساهمت فيها بشكل أو بآخر، إذا كانت على طلعة الناتو يعني أقصد على ليبيا اللي ساهموا فيها بشكل أو آخر في الشرق الأوسط. النهاردة أوروبا بتواجه النتائج الجيوسياسية لأي اضطرابات في المنطقة الجنوبية ليها، اللي هو إحنا شمال أفريقيا بالشرق الأوسط، اللي إحنا حذرنا منها كتير وقلنا إن دي سهل تطلع لكم. يعني كان في كلام ورد على حقوق الإنسان وما يعني بقت حقوق الإرهابيين، واخد بال حضرتك؟ تمام، أنا بشكرك يا فندم. النهاردة دي نتائج طبيعية، بس طبعاً ده يخلي في تضافر في الجهود أكتر والتعاون أكتر مع دولة زي مصر مثلاً. طيب بشكرك جدا دكتور سارة كيرا، الباحثة المتخصصة في الشأن الأوروبي، شكرا جزيلا لحضرتك، وأنتقل مع حضراتكم